الله علي غزال. احنا عيلة ساكنينها 5 اقمار في فصائل الوسط زي ما انت شايفة. يوم الثلاثة 14/6 اجى الجيش الاسرائيلي هارة في حوالي 16 دورية وحاصر المنطقة وهدم من الثياب والبيوت الموجودات هذه البركسات اللي احنا ساكنين فيها. اعداد الكهرباء والمفاتيح صادروهن ويشوفوا لفلفوا في التراب ودمروه وقالوا لنا لازم ترحلوا من المنطقه هذه منطقه حكوميه ممنوع الظل فيها. وين بدنا نروح يعني؟ لا جابوا لنا موال، لا جابوا لنا يعني خيمه. هذه شو بدها تسوي بسبع اقمار؟ شو بدنا نسوي؟ هي ثلاجة خربانة ما فيش مي نشرب إلا كلها سخنة مي. فيش عندنا يعني كل جرودنا راح، كل إشي عندنا راح. الصليب جاب لنا خيمة، جاب لنا مرتفع، جاب لنا بابور لا أكثر من 40 سنة موديلها راح. جاب لنا بعدين بدنا حمامات يعني للأولاد مشان هم بند ما يروحوا هيك في الخلا. حمامات متنقلة، إشي يعني نستفيد الأولاد منه. مش إنه ظلي هيك يعني من دون أي إشي يعني هيك في العراء يعني وين ضمير الإنسان الحي؟ وين الشعب؟ وين إنسان يعني عنده يشوف إنه إخوان زي هيك بيصير فيه؟ يعني شايفة كيف هذه حياة طفلة صغيرة هيك؟ مش هيك، هيك لو إنه عند أجانب، لو عند ناس هيك ما لقيتهم هيك يعني يحوسوا في التراب وهيك. وين نروح يعني؟ شايف يا بنيتي يعني وين نروح يعني؟ نتوجه لاخواننا، نتوجه لاي مؤسسات، لاي شيء يعني يساعدنا على هذه الحياه. يعني انت شايف يا بنيتي يعني توجه للاطفال اللي زي هيك يعني هذا عيشه اطفال. طلع كيف محروقين في الشمس في العراء قاعدين. الشمس هذه كلها تحت الشجر، قاعدين تحت الشجر. يعني وين بدنا نروح يا بنيتي؟ يعني انت شايف ايش هذا؟ مشكله. هاي اولاد هيك مشلحين، وشوف مي فيش مي، مسقعه مثلجه، خضرتنا راحت، كباب، سكرنا، طحيننا، كل اشي راح لنا. وين نروح يعني؟ هاي الكرتونه اللي قدمها الصليب، ان هاي الكرتونه مع الخيمه مع الاربع اسفنجات واربع احرامات، يعني عشان نكون صادقين يعني ما بنكذب. هاي المحارم هذول يعني حتى حقيقة يعني ما بيلزمنا المحارم هذول. هذا هو يعني هاي الكرتونة. فيش إلا هو. هاي معجون أسنان هذا هو اللي جابوه. يعني هذا المسام. هذا هو. شو بدنا فيه؟ فيش عندنا حمام. وين شو بدنا فيه هذا؟ يعني غير كافي هذا للأطفال اللي زي هذا. وين نروحه؟ لو في حمام عندهم الواحد يتحمم. بينهم حمام متنقل احسن ما يكونوا هيك في بعدين الخيمه شو بدها تسوي في اولادي؟ ترى كله كبر. عبد الله غزال، أعيش في هذه المنطقة في فصائل الوسطى. يوم 14/6 كنا في هون، أجونا جرافات الجيش الإسرائيلي وهدموا بركساتنا عندنا والبيوت تبعاتنا. عندي بركس هون يعني الطول تبع 10 متر في 5 متر، وفي عندي كمان بركس صغير للمطبخ كونها هدموهن كلهن مع الاواعي تبعانا
سندنا اي شيء، ولحد الان ما واحد ساعدنا يعني او ساعدنا باي شيء. واحنا مع الاولاد الصغار هينا في حر الشمس، واخذوا الدواب الكهرباء اللي عندنا، بعدين هلا هسه بدون مي بدون كهرباء. وفي هذا الوضع يعني احنا بنوجه نداء للناس المعنيه والناس المسؤولين انهم يطلعوا ويشوفوا وضعنا اللي بنعيش فيه، اساس يكون يعني مساعده اللي يوفروا لنا المي والكهرباء. وبركس من يعني احنا اولاد صغار بس عشان من حر الشمس نقدر نعيش فيه. جاءت قوات اسرائيليه بكامل اعدادها بدبابات مسلحه لهدم بيوت، بيوت داوي اسر فقير يعني لا مغيث لها. اجى الصليب الاحمر قدم بس مساعدات على ثنتين بس. احنا زي ما بتشوفي البيوت المقدمه لم قدمتش لنا من مره. كذلك يعني احنا بنحكي ما حدث في 48 وما حدث في 67 من نكسه ونكبه، حدث هنا في فصائل، هنا حدث فصائل من تشريد وهدم البيوت، لكن لم يغيث، لم ياتي مؤسسه تنفيذ على الواقع ابدا من مره. كما تعلم انا احد طلاب جامعه القدس المفتوحه، أدرس اللي فيها سنتين، تم دفن وطمر كتبي ومجلاتي العلمية في هذه الكومة. لكن القوات الإسرائيلية تعمل جاهدة من عندما جاءت على الأراضي الفلسطينية، هدم وطمس التعليم في فلسطين. مش رايحين نروح عنها، وين نروح؟ يعني فيش إن بديل عن الأرض، يعني أرضنا هذه أرضنا وهذا يعني الواحد هون بعايش، وين نروح؟ يعني لو ناس يعني لو واحد من المستوطنين ما خلوا اليهود هيك يعني، بس احنا يا العرب نخلي بعضنا، ليش يخلونا؟ ليش يخلوا اطفالنا؟ شايفين اطفالنا زي ما هم اولادهم، احنا اولادنا بدهم يشوفونا محل يعني. لازم يعني يدعمونا لنسبة هانا في ارضنا، يدعمونا في اشي يعني اللي ثابت، يكون اليهود يسوون لنا حل معاهم. مش هيك كل اسبوع كل شهر كل سنة بيهدونا هيك. هذا اطفال، طيب هيا هيا وهتطلع كيف وجهها محروق محروق مش حرام؟ هاي شايفة كيفها؟ هيا محروق شايفة كيف؟ مش حرام؟